السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان، سعيده بلقياكم ان شاء الله. المهم غادي يبان لكم بلي الفيديو اني كنت كنهضر معاكم. المهم اضطريت اني نقلع الصوت لان كانوا شي ناس في الطريق. المهم حتى انا كنت كنهضر من بعد انتبهت، هو فعلا كنت كنقول زعما الصوت غادي يجي بعيد، من كان خدتو داكشي نتاع شكام كيقطعوا هكا بحال داك البيبان هكا، كانوا بحال السدور كان قاد في شي باب. المهم اضطريت اني نقلع له الصوت ونركب عليه الصوت باش ما يجيش الازعاج. المهم انا خارجه انا وامير وصاحبتي. المهم هنا امير كان دار لكم التحيه، قال لكم السلام. المهم غادي نمشيو ان شاء الله نضربوا دوره في اسواق السلام، نشوفوا ثاني شنو كاين العواشر هادي. المهم انا نوريكم داكشي اللي صورت وكل شيء، وفي نفس الوقت غادي نهضروا ان شاء الله في واحد الموضوع بالنسبه لهادشي نتاع الاقتصاد نتاع الكوزينه وداكشي وهاد الحاله اللي رحنا فيها دابا. مهم صورت بزاف نتاع المسائل، صورنا العطريه، مهم كاينش اختلاف في العطريه وداكشي. وبالنسبه هنا لي باط زايدين هنايا تقريبا قولوا شي درهم ونص بالنسبه لي باط هذا نتاع العبار، زايدين شي درهم ونص حتى جوج دراهم. مهم غادي نهضروا في هذا الموضوع بالنسبه للمغازات الكبار. هما في الحقيقه زوينين المغازات الكبار، فهمت؟ ماشي حوايج شي مرات كيكونوا زوينين وكيكونوا كاليتي بحال هاد المغازات الكبار. انا ما كنفضلش اني نصرف منهم، يعني التقضيه نتاع الدار ولا ابدا، ما كنبغيش نتقدى منهم. عندهم بحال السكر تقدي تلقاي شوي قليل، تقدي تلقاي اختلاف يعني غير في 50 سنتيم هكا بحال هاد الشيء. اما بالنسبه بزاف نتاع الحوايج يعني الشياط، يعني الغلا 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 بزاف. انا كنفضل زعما تقداي من عند مول الهري، يعني كتدي فلوسك كتقداي عند مول الهري، كتقداي مسائل كاملا وما كيتقامش هنا بزاف بحال مغازه كبيره كي اسواق السلام كي اي بلاصه اخرى. يعني كتكون كتدي بز شويه نتاع الحوايج كتخلصي بزاف نتاع الفلوس زعما كتخلصي بزاف نتاع الفلوس، ومن كتشوفي كتلقاي انك ديتي مسائل قليله زعما. يعني بالنسبه لينا حنا اصلا الحمد لله كاع ولاد الشعب وكاع الحمد لله ما عندناش وما خصناش الحمد لله والشكر لله، ولكن ما كنفضلش ان نشري شي حاجه من هنا. يعني ماشي حاجه انا كتعجبني بحال هنايا، تقدري تاخدي لاباراي، ثلاجه، تاخدي ماشينه، تاخدي فريغو بحال على المغازات الكبار. علاش كتاخدي الكارانتي وشويه كتكون شويه شي مرات العروض مختلفه، تقدري تلقاي هذه المساله هنا تلقايها في بلاصه اخرى يعني بثمن شويه غالي، واخا يكون على برا يعني في مغازات اللي كيكونوا فاتحين هكا في الشارع ولا في وسط المدينه ولا. يعني انا هادو هما اللي كنفضل ان تخاد منهم الاخر. اما بالنسبه لهادو راه كانوا عروض هنا نتاع المناضه، يعني هنا الحاجه اللي لقينا انهم دايرين فيها العروض لقينا المناضه، لقينا الصابون كما كتشوفوا، يعني الصابون لا نتاع ليكيد لا نتاع الصابون نتاع المواعين لا ديال الماشينه، يعني هاد الحوايج لقينا فيهم يعني عروض، يعني كاين فيهم عروض زوينه. يعني كنت دي باك ولا ناقص عليك واحد 6 دراهم 7 دراهم كون كتديو مجموع، يعني كاينين قلت لكم شي عروض مي اكثر. زعما تخلطي وتقلي عجباتك تعمريها فما غاديش تقاداي طبيعه الحال. كما شفتوا كاين جافيل كاين كلشي. المهم درت لكم تحيه. يعني ما غاديش تقاداي الا بقيتي غير ترفدي ما غاديش تقاداي. بالنسبه لواحد الحاجه ثاني، درنا دوره في هنايا في الكسوه وكل شيء. عندهم شي حوايج وقيله ما نظنش نتاع المغرب بحال هاد لي مونطو واعرين وراهم خارجين على الموضه، يعني حقا خارجين على الموضه، وخا الثمن ديالهم غالي خارجين على الموضه. يعني قلت لكم كاين شي حوايج اللي واخا تخلصي فيهم الغلا يعني كيكونوا يعني زوينين. بالنسبه للريفي طايمه الاكثريه ما ننصح زعما تاخذيها من هنايا، يعني كتكون شويه كتجي القضيه قاصحه بزاف. هاد لي بوطه البنات اللي لقيتهم هنا انا عرفتهم بلا ماشي ديال المغرب، ماشي صناعه نتاع المغرب، لانهم كاينين بالاورو هما حاطين حداهم الاخر، يعني عرفتهم بلا من برا. وسولت واحد البنت تما قالت لي هذا راهم مستوردينهم، ولكن الكاليتي ديالهم ما شاء الله زوينين لا نتاع الاولاد ولا نتاع البنات، زعما رائعين، ولكن الثمن حتى هو رائع الثمن زعما رائع حتى هو جدا جدا جدا. المهم ضربنا دوره زوينه
المهم دينا الولاد يعني تحركوا شويه، يعني انا ما خديتش حتى شي حاجه، ما غير خديت غير شي بيميويات وضن الدراري وصافي. انا عجبوني البنات واحد لي بوط، غادي نوري لكم ان شاء الله من غادي يبانوا، ولكن كانت سنه تيديروا السولد، لان واحد الاخت قالت لي بلي راهم غادي يديروا السولد في شهر 4، يديروا السولد وعاد ناخذهم. لا بقاو ما بقاوش صافي، ماشي مشكل. مهم البنات، نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون جاي خفيف وظريف عليكم، وغادي ندير البنات دابا الموسيقى باش ما نطولش في لي فيديو بزاف في الهضره، حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.